مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبة لرمضان كتير سهلة ومغذية وطيبة. عنا اول شي نص كيلو صدر دجاج، فطر بصلي حجم وسط قطعتها بهيدا الشكل، بازيلا، بقدونس، جزرتين، كمان فليفلي، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقة طعم ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي بحط الزيت بالطنجرة، حطيت حوالي 4 معالق طعم زيت نباتي. بحط البصل، وبقليهم مع بعض على الغاز. بس قليت البصل بهيدا الشكل، هلا بحط السفاين، صدر الدجاج، النار، هلا بغطي الطنجرة. بعد حوالي 3 دقايق هلا بحركهم شوي. كمان بعد حوالي 3 دقايق هلا بدنا نحط فوقنا الجزر. نغطي الطنجرة. بعد حوالي 2 دقيقة هلا اضيف الخضريات. عم بعطيكم كل شي بالتفاصيل بالاخص للمبتدئين. حطينا الفلايفلي، بازيلا، رشة بقدونس، كمان الفطر، حط البهار، البابريكا، الملح، ورح اضيف عليهم ملعقة صغيرة دبس البندورة، صلصة البندورة. بحط فوقهم نص كوب مي. بحركهم مع بعض. حطيت ملعقة الشراب، بتعطي كتير نكهة طيبة ورائعة بالأكل. كمان بغطي الطنجرة وبتركن ليستوي الدجاج منيح والخضرة. بس استوى عنا الدجاج وصار بهيدا الشكل نشفت المي، هلا منطفي الغاز. بدنا نكفي مع بعض الطريقة. عندي هون خبزة تورتيلا وجبنة المازوريلا. بسم الله، بلفهم بهيدا الشكل. وهلا بحطهم بالصينية. شفتوا كيف؟ نفس الشيء. حطهم بالخبز. كمان. بهيدا الشكل. وبحطها بالصينية. بكفي الباقيين، بنرجع بنكفي مع بعض.
بعد ما لفيتهم بهذا الشكل هلا بدي احط عليهم جبنه. بسم الله. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى فقط، بس بدي احطهم بالفرن لتذوب الجبنة. ان شاء الله الوصفات اللي عم بعملكم اياها الوجبات تكون عم بتنال اعجابكم. هيدي وجبة سريعة، واذا لاحظتوا مغذية لرمضان. وإذا بدكم تضيفوا وجبة تانية مع الفتوش والشوربة، هلأ بحط لكم بالرابط وجبة تصيروا تختاروا مع هيدي الوجبة، يعني بيصير عندكم بالرابط وجبة، وهيدي وجبة لرمضان مع الفتوش والشوربة كتير كتير بيطلعوا رائعين. كل ما كترنا جبنة كل ما طلعت أطيب. هلأ بحطها بالفرن. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن رح رش على الوجه شوية بقدونس تعطي شكل كتير رائع. شكل كتير كتير رائع وحلو. نقص الجبنة لنقدر نشوف كيف طلعت من الداخل. وهيدا شكلها من الداخل. هيدا الشكل. طلعت مثل الفطاير. كمان عملت على جنبها للوجبة سلطة. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.